وحنكمل مغامرة تحدي نزلك للعبة بوكيمون فاير ريد. إذا حابين تشوفوا بداية المغامرة شوفوا فيديو اللينك بالدسكريبشن، وإذا حبيتوا السلسلة لا تنسوا تدعموا القناة بلايك وسبسكرايب. وهلأ خلينا نكمل. أخذت تذكرة الباخر من بلي ورجعت على مدينة سيريليا واللي هو الوسام الثاني، عشان أروح بطريقي لمدينة الوسام الثالث واللي اسمها فيرمليون. الشرطي اللي كان مسكر مدخل البيت زاح عن الطريق واللي حيخليني أروح لراتو جديدة. وأول ما طلعت لقيت بوجهي واحد من أعضاء عصابة تيم روكيت اللي تحداني وهزمته بدون أي مشاكل. مرقت من راوت 5 اللي مسكت فيه مياوث اللي سميته كات، والطريق اللي بوديني لمدينة بين سيريليون وفيرميليون كانت مسكرة، ففتت بالنفق اللي بوصلني لهناك مباشرة. وطلعني لراوت 6 اللي تحديت فيه المدربين اللي هناك، ولقيت ومسكت فيه أوديش اللي سميته نبتة لا بقى اسمه. وأخيرا وصلت لمدينة الوسام الثالث واللي هي فيرميليون، واللي فيها صاحب الجيم لوتندد سيرج صاحب البوكيمونات الكهربائية. RTM ما حيكون كتير مبسوط بهذا الجيم، بس الكارت اللي حيفوزنا بهذا الجيم هو إيرن، لأنه نوعه بيحميه كليا من ضربات الكهرباء، وأعلى ليفل بقدر أوصل مجموعتي إله هو ليفل 24. وطبعا الدخول للجيم مو بهالسهولة، بدنا ناخذ بالأول ضربة HM Cut اللي حتساعدنا نقطع الشجرة اللي بتفصل بيننا وبين هذا الجيم. فروحت بالأول على اليمين لراوت 16 اللي لقيت فيه دراوزي AKA DJ، والفريق صار مليان، فأي بوكيمون زيادة بمسكه بروح لحاله على البي سي. اتحديت المدربين الموجودين بهذا الراوت عشان أدرب إيرن وأزيد ليفله قبل ما أفوت على الجيم. وبعد تدريب طويل فتت على كهف اسمه كهف ديجلت اللي مسكت فيه زي ما حزرته ديجلت اللي سميته دود. وجوا هذا الكهف حاولت أدرب نبتة، كون إنه المفروض ضربتها أقوى من ديجلت، وخسرتها بمعركة مع واحد من الديجلتس. مش كتير زعلت عليها. رجعت على المستشفى عشان أعمل ريليس لنبتة، وراح أخلي البوكيمون السادس فاضي عبين ما أعرف مين أحط بدالها. وهلأ بدي أروح على الباخرة اللي عزمنا عليها بيل عشان أخذ ضربة الكات اللي حتفتح لنا الطريق للجيم الجديد. وجوا السفينة فيها غرف كتير، وعندي خيار إني أتحدى كل المدربين اللي فيها، وطبعا اخترت إني أتحداهم لأنه بتعطي فرصة كتير منيحة إني أزيد ليفلات بوكيموناتي لليفل المطلوب، عشان لما أوصل لآخر الباخرة وأخذ الكات بيكون البوكيمونات جاهزين. اتحديت المدربين اللي بالباخرة، كلمت اللي بقدر أكلمه، واخذت الايتمز الموجودة بالغرف، وصلت لآخر الباخرة اللي طلع بوجه هناك منافسي جاري اللي طلب مني إني أتحداه، وبدأ القتال. طلع لي بيتشيوتو وأنا كنت بطلع له إم جيمينج اللي مو كتير حيحب يضل بهاي المعركة، وبدلته بإيرن اللي قضى على بيتشيوتو بضربة واحدة. طلع لي بعديها آيفي سور اللي إيرن ما حيحب كتير ضرباته، وبدلت إيرن بزيد عشان يتولى أمره، واللي بعد شوية معاناة قضى عليه. وقرر بعديها يطلع لي كدابرة اللي طلعت له لورين عشان تكمل عليه، واللي ضربته ضربة واحدة. بعديها تذكرت انها ضعيفة ضد ضربات السايكيك، بدلتها بزيد اللي اكل ضربة قوية وكان حيموت منها. بعديها بدلت زيد بام جيمينج اللي برضو اكل ضربة قوية، بس خليته نيم كدابرة بضربة سليب باودر عشان يبطل يأذينا، وبعديها خلص عليه بسهولة. وضل له راتيكيت اللي طلعت له إيرن اللي خلص عليه بضربتين، وهيك خلص من منافسي جاري. فتت على غرفة كابتن السفينة اللي كانت معدته مضروبة وطبطبت له على ظهره وتحسن، واعطاني بالمقابل ضربة كات عشان يرد الجميل. طلعت من الباخرة اللي صار الكابتن تاعها جاهز انه يسوقها للمكان اللي بدهم يروحوا عليه، وانا صرت جاهز اخذ الوسام الثالث وافوت على الجيم. فوتت كات للفريق عشان أعلمه ضربة كات. أخذت صنارة الصيد اللي بقدر أصيد فيها بوكيمون جوا المدينة، لأن المدينة تعتبر منطقة جديدة، وصدت فيها ماجيكارب اللي سميته دراغون، ورحت بطريق إلى الجيم. قطعت الشجرة اللي كانت مسكر الطريق إله، وفتت على الجيم. والجيم إله لغز شوي صغير عشان أقدر أقاتل صاحبه، بس قبل ما ابدا بحل اللغز لازم اخلص بالاول من المدربين اللي فيه عشان ما يقاطعوني. وبدات بالمدرب اللي على اليمين، بعديها اليسار، واللي عند الباب، وهيك صرت جاهز احل اللغز. اللغز بسيط،
لازم أتفاعل مع حاويات الزبالة عبما ألاقي كبسة أولى، والكبسة الثانية حتكون بالزبالة جنبها من أي جهة. وبعد فترة طويلة فتحت الباب اللي بفصل بيني وبين صاحب الجيم ورحت لعنده عشان أخذ الوسام الثالث، وبدأت المعركة مع لوتندنت سيرج. طلعت له ام جيمينج بالأول عشان ينيم أول بوكيمون إله، وطلع لي فولتروب. نيم ام جيمينج فولتروب وبدلت ام جيمينج بإيرين اللي خلص على فولتروب بضربة واحدة من ماجنيتيود، وبعديها بنفس الضربة شال بيكاتشو، وأخيرا بكمان ضربة واحدة من ماجنيتيود خلص على رايتشو. المعركة كانت أسهل مما تخيلت، توقعت أني أخسر كمان بوكيمون بهاي المعركة. وصل إيرين بهاي المعركة لليفل 25 وتطور لجولم. وأخيراً أعطاني لوتندنت سيرج الوسام الثالث وقربت أخلص نص التحدي لهذا النزلك. وطلعت من الجيم ولقيت البروفيسور اللي بيشتغل مع أوك اللي طلب مني أقابله براوت 2. عالجت بوكيموناتي وأخذت كوبون بسمح لي أخذ بسكليت ببلاش من مدينة الوسام الثاني، وانطلقت لراوت 2 أشوف شو البروفيسور بده. أخذت البسكليت اللي حيفيدني لقدام بالمغامرة، وفي طريق مختصر من كهف ديجلت بيرجعني على أول منطقة، فقررت أروح على المتحف الموجود بالوسام الأول واللي كان فيها شجرة مسكرة على الطريق من اليمين. فتت على المتحف أخذ تحفة من البروفيسور اللي هناك واللي حتعطيني القدرة أني أحولها لإيرودكتل، ورحت أقابل البروفيسور اللي حكالي أقابله براوت 2 واللي أعطاني هناك HM5 واللي هي فلاش، واللي هي ضربة بتضوي لي أي منطقة معتمة بالكهف. وهلأ بدأ أوصل لمدينة الوسام الرابع واللي هي إيريكا الموجودة بالجهة اليسار من الخريطة، وكون إنه الطريق اللي بربط بين الخمس مدن مسكر فلازم أروح على طريق موجود جنب مدينة الوسام الثاني اللي حقطع فيها الشجرة الموجودة هناك، وحفوت فيها على منطقة جديدة كليا حتحدى فيها منافسين هناك وأهزمهم. وفتت على راوت جديدة واللي هي راوت 10 اللي مسكت فيها بوكيمون فولتروب اللي سميته كيو آي على اسم شخصية كيو آي بستاردو فالي، ولقيت المستشفى اللي جنب الكهف اللي حكمل فيه مغامرتنا، وهون حعالج فريقي قبل ما أكمل طريقي عشان أوصل للوسام الرابع. وهي حتكون نهاية هذا الجزء من السلسلة. إذا حابين تعرفوا شو حيصير بباقي المغامرة تقدروا تعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان تعرفوا متى نزلت فيديو جديد، وإذا عجبتكم الحلقة ادعموا الفيديو بلايك وشير. شكرا للمتابعة وبشوفكم بالفيديو اللي بعده.